ولا سويا. مش قرار. فدي هي بالنسبه للسؤال الاول. تمام،
بحيث ان في الاخر انتوا بتوصلوا لكونسنسس ايه افضل طريقه للاجابه على الموضوع. تمام؟ وبعدين في الاخر يعني انا ما بقى بكتب البحث، انا ممكن اقول والله انا كنت حابب ان انا اجاوب بالطريقه الفلانيه لكن ما قدرتش. فانت دايما بتقول البوينتس اوف ويكنس بتاعت البحث بتاعك في الاخر. ماشي؟ يعني ان والله لو احنا كان عندنا عيانين عندنا اكتر كان ممكن النتائج تتغير. ممكن تقول كده اهو، لان انت في الاول وفي الاخر انت بتقدم التجربه بتاعتك. فمش عيب ابدا ان يبقى التجربه فيها عيوب. وانك تقول للناس على العيوب ديت عشان يجي واحد بعديك يكمل بخطوه ثانيه ويعمل ايه؟ ويعمل إيه؟ تكمله للمسار اللي انت فيه. الجزئيه الثانيه بقى دي يعني جزئيه مهمه قوي اللي هو بتاعي. طب انا يعني الجايد لاينز ديت دي المفروض تبقى بروتوكول بتاع المستشفى. ماشي؟ طب انا كجزء من المنظومه جزء صغير ازاي ان انا اعمل الموضوع ده؟ لازم انت في المرحله الحاليه تخلقي المنظومه. وده سهل جدا في المرحله. ليه بقى؟ لان هو اساسا يعني الامم بتنط من تحت لفوق مش من فوق لتحت. يعني مفيش حاجه يعني اللي احنا فيه ده دي ما اسمهاش جامعه، دي احنا بنلعب جامعه لكن هي مش جامعه. وزاره الداخليه هي هم بيلعبوا وزاره الداخليه لكن هو في الحقيقه هو مش وزاره الداخليه. نقابه الاطباء هم مش نقابه اطباء، هم عاملين نفسهم نقابه لكن هو مش نقابه. يعني صحيح هو عباره عن مؤسسات كرتونيه كده ويفط لكن هي من جوه فاضيه. ليه كده؟ لان هو بينزل قرار من فوق يقول لك اعملوا نقابه. انتوا عاملين نقابه. طب والنقابه ديت مين اعضاء الاطباء؟ طب الاطباء بيحضروا؟ لا ما حدش بيروح. طب امال نعمل ايه يعني؟ النقابه دي تاخد قرار ازاي؟ طب شويه الناس بقى اللي قاعدين بقى جوه النقابه دول بقى ياخدوا قرارات ويبقى كده الاطباء خدوا قرارات. تمام؟ انما هو النورمال ان الموضوع يبقى طالع من تحت لفوق، يعني زي من تحت لفوق؟ يعني يبقى في الاينس ما بين الناس اللي ليها مصالح مشتركه. يعني انا ليا مصلحه ان يبقى ريسيرش قوي. انت ليكي نفس المصلحه. انت ليكي نفس المصلحه، بيبتدي يحصل الاينس. تمام؟ بحيث ان في الاخر تتكون جمعيه، الجمعيه ديت لتشجيع الريسيرش. والجمعيه دي ملتزمه بالريسيرش وبتعمل ريسيرش. وكل اللي فيها يوم ما بيقولوا عايزين نعمل اجتماع كل الناس جايه لان كل الناس بتحب الموضوع، يعني شايفه ليها مصلحه مباشره في الحكايه دي. بعد كده دي تتحول لمؤسسه، والمؤسسه دي هتبتدي بقى وقتها متخذ القرار اللي هو انت بقى دلوقتي بتقولي انه بيفرض عليا الفوضى، يبتدي يعمل لك حساب يقول لك لا يا جماعه جمعيه الريسيرش هتعمل لنا مشاكل، جمعيه الريسيرش قالت ان احنا المفروض ندي البنسلين واحنا دلوقتي لو ما اديناهوش هيفضحونا ويبقى شكلنا وحش، فيبتدي يبقى الموضوع ده خطوه مؤقته. طيب يبقى معنى كده انك لازم اللي هو نفس الحكايه، ابدا بنفسك ولا تكن المع، يعني هتعمل اللي عليك. تمام؟ بس تعمل اللي عليك كفرد ده مش كفايه. يعني لازم تبقى بتعمل اللي عليك كمجموعه. يعني قبل كده كنا بنعمل علينا كفرد، يعني قبل الثوره انا كنت عامل نفس المنظومه بتاعتي. ليا المساعدين بتوعي وليا الفريق بتاعي والمستشفيات اللي بشتغل فيها عارفه طريقتي وخلاص. تمام؟ دلوقتي بقينا المفروض ان يبقى الموضوع مختلف. وده يعني يفكرنا بقى بجزئيه مهمه، الجزئيه دينيه ما فيهاش هزار يعني. انتوا عارفين ان في فرض اسمه فرض العين؟ فرض العين. فرض العين. فرض العين ده اللي هو ايه؟ تمام، يعني فرض العين ده يعني مثلا زي الصيام مش كده؟ زي الصلاه. تمام؟ لو انا ما عملتوش حقق تمام. صح؟ تمام؟ لكن فرض الكفايه ده لو حد مننا قام بيه خلاص كده شامل علينا. طب لو ما حدش قام بيه؟ كلنا هناخد الذنب. كل الامه تاخد. طب ايه فروض الكفايه؟ رد السلام. الجهاد؟ رد السلام. ها؟ صلاة الجنازة. العلم. عزة الأمة. كل الفروض المجتمعية اسمها فرض كفاية. طبعا اللي حصل في الفترة الأخيرة دي اللي هو مش من أسبوعين ثلاثة، لا
في 150 سنه او 200 سنه الاخرى ان بقى في تعمد لاهمال فروض الكفايه وتصدير حكمها. يعني كتب الفقه يجي يكلمك يقول لك ايه فرض الكفايه مثل صلاه الجنازه، ويرجع بقى الحته بتاعت الجهاد ودفع الظلم ونصرة الأمة والنهضة وبناء المؤسسات، كل ده إيه؟ اركن على جنب، خليك في إيه؟ أنت بس صلي الصوم وصلي الجنازة وأنت كده تبقى زي الفل. فبالتالي الحاجات دي لازم إن إحنا نرجع نذكر نفسنا بيها تاني. طبعًا يعني كل الأحاديث بتتكلم عن فروض الكفاية، بتتكلم عن حاجات كلها خدمة للمجتمع. وده يدخلنا في جزئيه ثانيه، ان اصلا ما ينفعش حاجه، يعني على الاقل في الاسلام ما ينفعش حاجه اسمها فرد مسلم والمجتمع مش مسلم. ما ينفعش. يعني لان الاسلام ده دين التمدن. يعني دين تمدن، يعني ايه دين تمدن؟ يعني احنا دلوقتي لما كنا جايين والميكروباص جه، الميكروباص نزلني وقف وسط الطريق. تمام؟ مع ان ممكن وراها عربيه، هو عارف ان وراها عربيه، لكن ما فرقش معايا. صح؟ ومع انه بعد شويه اما هيمشي ممكن واحد تاني يقف قصاده ويزهقه ويعطله برضه. ليه؟ لان ده فكر البدوي. يعني ده فكر واحد بدوي اللي هو عايش مع نفسه في الصحراء. هو يحط الخيمه في اي حته وبعد كده يشيلها ويحط الخيمه في حته ثانيه وخلاص على كده، هو عايش لوحده. تمام؟ اديكم مثال تاني. المحلات واحنا جايين، الراجل بينظف المحل ويكنس الزباله ويرميها فين؟ قصاده في الشارع، قصاده يعني قصاده في الشارع. هو برضه بيفكر نفس الفكر، فكر البدوي اللي هو عايش في خيمه في الصحراء. تمام؟ طب ايه الفرق ما بين فكر البدوي وفكر التمدن؟ فكر التمدن انك جزء من منظومه. يعني انك عارف ان انا دكتور بكمل العسكري، والعسكري بيكمل المحامي، والمحامي بيكمل الصيدلي، بحيث ان احنا كلنا جسد واحد بنعمل مجتمع. تمام؟ اللي هو بيسموه وعي جمعي. فبالتالي انا لو وقفت عطلت الطريق، طب ما انا بعد شويه واحد هيعطلني. لا، ده انا لازم اركن على جنب عشان احافظ على الطريق، لان الطريق ده بيخدمنا كلنا. تمام؟ انا مش هوسع الشارع، لان الشارع ده بيخدمنا كلنا. انا هقوم بواجهتي في الحته الفلانيه. فدي ايه بقى الربط بقى ما بين الموضوع ده وما بين الاسلام؟ ان الاسلام فروض كتيره جدا فيه، فروض مجتمعيه. يعني الفروض الكفايه فيه كثيره جدا. يعني انت الايمان بضع وسبعون شعبه، صح؟ ادناها ايه؟ اماطه الاذى عن الطريق. يعني اماطه الاذى عن الطريق، يعني طريق عام انت هتقوم تنظفه. ده شعبه من شعب الايمان. يعني مش صدقه، مش جدعنه، يعني مش ان انت لو شلت، مش انت لو ما رميتش زباله انت كده كويس، لا. ده انت جزء من الايمان اماطه الاذى عن الطريق، يعني انك تشوف وساخه تشيلها. طب لقيت واحد تاني رمى تاني، تعمل ايه؟ تشيلها برضه. وتالت تشيلها برضه. يعني لان هو ده جزء من ايمانك. يعني إماطة الأذى عن الطريق ده شعبة من شعب الإيمان. فأنت مش بتعمل كده عشان الناس تبطل ترمي زبالة، أنت بتعمل كده لوجه الله سبحانه وتعالى. وهو ده الفرق أصلا، هو ده اللي خلى الإسلام يحول شوية قبائل لأمة والحضارة. إن بقى فيه مدنية، بقى فيه فكر المدنية، بقى فيه فكر التكامل، فيه فكر إن كل حاجة واحدة. فبالتالي يعني عشان يعني بعد ما توهت كده وخدت يمين وشمال، ارجع للجزئيه بتاعتنا اللي هي جزئيه ان عشان فعلا انت بتبتدي بنفسك كفرد مش كبل كفرد. تمام؟ اللي هو انك تدعو الى سبيل ربك بالحكمه، الحكمه يعني ان انا اكون حكيم، ان انا ابقى كويس. وبعد كده في المرحله الاعلى المواظب الحسن. تمام؟ اخر حاجه بقى دي بقى ايه؟ يدلهم التي هي احسن، ده موضوع تاني. انما الحكمه والمواظب الحسنه دول هيخلصوا لك جزء كبير من المجتمع. انت انترستد في الريسيرش، واحد تاني انترستد في حاجه تانيه غير الريسيرش، البيشنت رايتس حقوق المريض، واحد تالت انترستد في حقوق الاطباء. يعني انما بتلاقي في الاول في الاخر بتلاقي كل الناس بتبقى ملجمين بحيث انها تبقى اجساد كبيره مش مجرد يعني عشوائيات. وهو ده الفرق ما بين الوعي الجمعي اللي هو ناس
كلها عارفه هي جايه منين ورايحه فين، وبين العشوائيه اللي هو زي ما احنا شايفين كده دلوقتي، يعني اي اشاعه تلاقي شويه ناس جايه بتجري وتقعد تحد في طوق وبتاع وخلاص، وناس هارسه وتسال اي واحد يقول لك ما حدش عارف هو ايه اللي بيحصل. هي دي اللي هي عشوائيه الجماهير او عشوائيه الجهلاء يعني. فيعني ده المفروض يبقى الالتيميت جول بتاعي. وفي الاول وفي الاخر اما النصر واما شاهد كده كده كسبان. في كتير يعني اوقات يا سادة انت ممكن تكتبي evidence based medicine هتلاقي مليون حاجه بتتكلم عليها، لان evidence based medicine ده دلوقتي دي حاجه باك جراوند مش فور جراوند، يعني ده مش اختراع مثلا يعني جديد ولسه الناس هتبتدي تستكشفه وتراه، فده موجود في حاجات كتير يعني حتى مش محتاج ان انا اجيب مثلا مرجع او مصدر، لان مثلا كانوا بيتكلموا عليه انه حاجه اختراع وكده 94 95 حاجه زي كده، دلوقتي بقى ده كومن سنس ماشي. فدي الحاجه، انما يعني احنا نرجع ونقول الافنس بيزنس ده في شويه قواعد اللي هو الكلام الفاضي اللي انا قلته ده، بس الجزء الثاني اللي هو طريقه التفكير يعني الاسلوب نفسه، ان انا دلوقتي بعدي على عيان عنده مرض معين ماشي، فانا مش باخد المعلومات اللي متقدمه لي بطريقه كده اللي هو اقبلها واروح من الاطباء وخلاص، لا ده انا اروح اطلع التابلت ولا اخش على الانترنت ولا اللابتوب واشوف الدنيا فيها ايه تمام، وابتدي ادور، لان هو ده اللي بيستثمر اللي بتبقى ريسيرشر. فيعني بالنسبه للناس اللي قاعده في الاوضه ديت تمام، انتوا ريسيرشرز تمام. بالنسبه للناس اللي بره الاوضه اللي هم عايزين يمشوا بالجايد لاينز، ده كده كده الجايد لاين هيتعلق على الحيطه في الاستقبال، يقول لو جالك عام اسكيميك هارت هتعمل له كذا، لو طلع كذا يبقى كذا، لو طلع كذا يبقى كذا، وبيمشي على الاسكيميا يعني حاجه بتاع الليترتس يعني. انما بالنسبه للي هنا انت المفروض ان انت تبقى اعلى من كده، يعني ايفيدنس بيس ده خطوه اولانيه تطلع بيها على اللي بعد كده. جاوبت على سؤالك؟ ما انا قلت لك يعني انا يعني مفيش في بالي سورس واحد، لكن انت لو انت الليله دخلت كتبتي على جوجل ايفيدنس بيس ميديسن تلاقي 1000 حاجه، لو كتبتي على جوجل يعني حتى يعني حتى الاختصار بتاعها هتلاقي كم من المعلومات رهيب عن الموضوع ده يعني. زائد طبعا اللي هو دايما يعني الطريقه بتاعت زمان اللي هو يعني بتاعت ان واحد عايز يبقى شاعر يقولوا له اعمل ايه؟ احفظ 1000 بيت شعر وانساهم. فانت لو انت قريتي بيبرز كتيره هتلاقي ان انت خلاص بقى مخك شغال بالطريقه دي، يعني بقى حاجه بيلت ان مش محتاجه انك تتصنعي ال يعني انك تبقي ايفيدنس بيست في الطريقه دي. ان انا اعمل ريسيرش واطلع جايد لاينز، يعني معنى كده ان انا عندي الكابابيلتيز حاجه زي كده. فبالتالي الحكايه مش ايه ان كل واحد قاعد في حته يقول انا هعمل الجايد لاينز بتاعتي. لازم تبقى مبنيه على حاجه. ماشي؟ فهي كلمه يعني غالبا وراها ان هو عنده مؤسسه تقدر تطلع جايد لاينز ديت. ماشي؟ المؤسسه دي عشان تطلع جايد لاينز مش بتطلعها بالريسيرش بتاعها، ده بتطلعها بالريسيرش بتاعها وبالريسيرش الاخرين، لان جايد لاين دي حاجه عالميه دي حقيقه. في بقى الناس تقول لك ايه احنا عايزين نعمل الجايد لاينز بتاعتنا في مصر. ماشي تسمع انت الكلمه دي كتير قوي. هو جايد لاينز بتاعتنا في مصر يعني ايه؟ يعني ان هو بيشوف اللي بيناسب الشعر بتاعنا.
يناسب المجتمع بتاعنا ده، يعني ايه؟ يعني يناسب الادويه اللي موجوده هنا اسمها ايه في السوق المصري ويحطها، تمام؟ افكار المرضى بتوعنا ازاي ويحطها. لكن مثلا يعني مش مثلا ان هيغير جايد لاينز ويمصرها ان عيان مثلا المايكاردر الهارت فيلير مثلا انه ما يديلوش ابنفرين ويديله ادرينالين مثلا يعني عشان خاطر هو شايف كده، لا لازم يبقى عنده دليل على الموضوع ده. فتنصير الجايد لاينز ماشي، لان هو يعني في يعني العلوم فيها حاجتين، في علوم مشترك انساني عام ده من ضمن الطب، لان الانسان في كل حته هو نفس الانسان، الهارت بتاعك زي الهارت بتاعي زي الهارت بتاع العين اللي في السكين هو تمام. وفي الحاجات اللي هي خواص حضاريه في كل مكان. فبالنسبه للطب حكايه ان واحد يقول لك امصر الجايد لاينز، ده مش معناه ان هو يلغي الجايد لاينز ويخترع جايد لاينز جديده. عرفت اوصل لك يعني قصدي ايه؟ يعني مثلا في دلوقتي شابتر انا بكتبه في كتاب على الناس كاجواليتي، تمام؟ يعني والشابتر بتاعي انا يعني الناس كاجواليتي هو كتاب كده على الناس كاجواليتي سواء بقى نتيجه ناتشرال او المان ميد ديزاسترز، تمام؟ فانا الجزء بتاعي اللي هو على المان ميد ديزاسترز اساسا حوادث الطرق، طبعا اكيد معروف ليه يعني احنا يعني مشهورين في الحاجات دي. فاللي بحطه تمام بقول والله في جايد لاينز كده، تمام؟ الجايد لاينز ديت متطبقه في امريكا بالطريقه الفلانيه وفي اوروبا بالطريقه الفلانيه وفي الدول العالم الثالث بيتم عمل كذا، تمام؟ وقرب ده من الجايد لاينز قد ايه وبعد عنه قد ايه حسب الظروف. يعني مثلا في المانيا في عندهم حاجه اسمها الوايت بوك، الكتاب الابيض ده بتاع الناس كاجواليتي، يعني معروف ان حادثه اتوبيس حصلت المفروض ان الاسعاف هيعمل كذا ويدخل بالطريقه الفلانيه والناس الباراميد اللي هم بتوع عربيه الاسعاف هيعملوا واحد اثنين ثلاثه، لكن اربعه مش من شغلتهم، دي شغل الدكتور، ومعروف مين اللي مسموح له براكت كانيولا ومين اللي مش مسموح له براكت كانيولا، طب ويدوا ادويه ايه وايه الادويه اللي مش مسموح بيها؟ بعد كده من عين يخش الطوارئ يتعمل له كذا وبعدين كذا، يعني هي دي اللي اسمها جايد لاينز، يعني جايد لاينز بحيث ان انت مش محتاج تفكر، انت بتنفذ. هي دي معنى كلمه جايد لاين. اي اسئله اخرى؟ فبالتالي يعني الحكايه مش حكايه لا دساتير ولا حكومات ولا شعوب كل الكلام ده، هي الموضوع لازم يبقى من تحت، لازم يبقى الشعب، تمام؟ فبالتالي المشاريع اللي بتبتدي من تحت هي اللي بتغير، دي حاجه. الحاجه الثانيه ودي والعهده على الراوي، يعني انما يعني افتكروها ولو حصلت فعلا يبقى ادعوا لي وادعوا اللي قالها لي، تمام؟ ان احنا هنحرر القدس سنه 2023. انا هو المعلومه واصله كده، تمام؟ ليه بقى دي عنده هو والمفروض ان ما حدش يعرف يقولها؟ ليه؟ انا بقول لك العهده على الراجل، فلو حصلت ادعوا لي ودعوا لي خلاص؟
ايه يا دوبك بقى نصلي وانطلق لان انا لسه عندي يوم طويل يعني. انا مش سامع يا جماعه. يا شباب يا شباب افضل قدم على اوبزرفر شيب او اللي هي الحاجات اللي هو انه يسافر بره اسمها ايه الكتيف. تمام انتوا لاحظتوا واحد يعني انتوا اللي حاول يتفرج وكده لاحظتوا اللي بيحصل ايه. اولا كل ما قويت السي في بتاعك كل ما كان احسن. طب اقوي السي في بتاعي ازاي؟ كل ما دخلت في الريسيرش اكتر كل ما كان احسن. طيب في واحد من هو صغير عارف هو عايز ايه بس ده نادر جدا. ده نادر جدا يعني مثلا انا يعني هقول لك على حاجه. يعني انا عرفت ان انا عايز عظام تمام من سنه رابعه عرفت كده مع اني انا ما اعرفش حاجه عن العظم لكن انا قعدت اسال لان انا اصلا بحب الهندسه انا بحب الماث والرياضيات والحاجات زي كده. ايه التخصص اللي في الطب اللي بيجمع ما بين طب وهندسه؟ ابوي العظم. قلت يا سلام والله يبقى العظم ده حاجه جميله جدا فابتدى يعجبني الموضوع ده تمام. معاها بقى اللي هي بقى موضوع النيه ان يعني يوم ما يجي جهاد في سبيل الله هبقى انسان مفيد يعني اكيد يعني جراح التجميل اللي بيشد الوش وكده ده مش هيبقى مفيد في يعني اما في سوريا ولا في حاجات زي كده ولو انه ممكن يبقى مفيد بس يعني قصدي مش في الجزئيه دي يعني. فبالتالي من النادر ان طالب يبقى عارف هو عايز ايه حتى لو هو فاكر هو انه بيحب حاجه ممكن بعد شويه تتغير. يعني ما انا بقول لك يعني فلو انت فعلا عارفه انت عايزه ايه يبقى ركزي في اللي انت عايزاه. لو انت فعلا يعني خلاص متاكده 100% يعني ان خلاص كارديولوجي اكيد طبعا هيبقى من مصلحتك انك ابحاثك على قد ما تقدر تبقى كارديولوجي تمام. يعني هي ليها ابحاث في حاجات مالهاش علاقه في العظم. طب لو انا لسه يعني ما اتخرجتش لسه مثلا دلوقتي ده يبقى رائع ده يبقى رائع يعني ده لو تقدري انما لو ما ينفعش تمام وده الاغلب والاعم يبقى دي انت لطش شويه كده وشويه كده لان في جميع الاحوال انت كسبان. مش بس كسبان السي في بتاعك بيقوى لا كسبان كمان الخبره انك تحتاج انت ممكن تحتاج فاكرين ممكن بنقول انت لازم تكتشف مهاراتك وملكاتك انت ممكن تحتاج بالكارديولوجيست تقول لا مش هو ده المجتمع اللي انا عايز اعيش فيه انا مثلا يعني. فبالتالي لو انت عارفه وخلاص رسم سكتك كارديولوجي اكيد طبعا هيبقى احسن انك تركزي من الاول في الكارديولوجي. انما يعني ده عاده يعني فرضيه نادره في الاغلب. يعني فيعني الاغلب انك اي ريسيرش قصادك تضبطه. يعني احنا المشروع الطبيب الحكيم ناجح الورك شوب بتاع الريسيرش احنا موزعين ناس مع ناس بحيث ان هو خمسه بيقعدوا مع الراجل شهرين وفي الاخر بيطلعوا بيبر. يعني في الاخر يطلعوا بيبر يعني مش يطلعوا ب يعني بمحاضرات لا بيبر كامله يعني. فبالتالي بتلاقي ان الناس بتكتشف الله ان انا كنت فاكر ان الرمض ده ظريف لا ده طلع مش ظريف مثلا يعني او العكس ماشي. فهي جزء من الانفولفمنت في الريسيرش هيساعدك في اتخاذ قرارات. ماشي يا شباب هذا هو التفكير.